بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما يزال موسى يعظ ويعد بالجنة التي جعلها الله للمتقين، وما زال يؤكد على وحدانية الله ويحذر من الإشراك به، وما يزال يشدد عليهم وينصحهم بالعمل بما جاء في كتاب التوراة، وما يزال العبيد كما هم عبيد. وتدور الأيام ويحمل على الأكتاف في نعش من كان البارحة يسير على قدميه وسط العبيد، وتفنى عبيد وتولد عبيد ويشب الصبية في الدين. وينتهي جيل ليخرج جيل، ينتهي جيل عبادات الأصنام الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها، ويصعد جيل التيه الذي لم يسجد للأصنام. لا تبكي، لا تبكي يا زوجتي العزيزة. يؤلمني فراقك أيها الغالي. كلنا سنموت، ولكني لا أريدك أن تموت. إنها أجال يكتبها الله. اقتربي، اقتربي. اتركني يا جودة، لا، لن أستطيع العيش بدونك في هذه الحياة. جودة، كيف حال أختك اليوم؟ ما زالت تبكي على جودة. حظها سيء، لم تمر عدة سنوات على زواجها ومات زوجها. حقا إنها قليلة الحظ. من الغد ستنزلون إلى السوق لتعملوا معي. ماذا؟ إنهم ما زالوا صغارا. لقد زاد الحمل علي ويجب أن يساعدوني في العمل. أطفالي لن ينزلوا إلى السوق، إنهم ما زالوا صغاراً. وهل سأظل أنا أعمل بمفردي؟ سأنزل أنا معك غداً إلى السوق. لن أترك أطفالي أبداً يعملون وهم في هذه السن المبكرة. وأوحى الله تعالى إلى موسى: إني متوفٍ هارون،
ومات هارون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. لقد مات من كان موسى يجدد به أزره ويشركه في أمره. لك الله يا موسى. وأخبر موسى العبيد بأمر هارون بأن الله قد قبض روحه. مات هارون. يا ويلي، لقد مات هارون الطيب. فليرحمك الله يا هارون، فليرحمك الله يا هارون. وفزع العبيد وحزنوا على فراق هارون، لأنهم كانوا يحبونه بسبب طيبة قلبه وصبره عليهم. كفى بكاء. لقد مات هارون. إنني حزين أنا الآثر عليه. فليرحمه الله، إنه كان طيب القلب ولم يغضب أحدا من العبيد قط. قد كان حقا إنسانا طيب القلب، لقد كنت أحبه أنا الآخر. لقد خسرنا كثيرا بموت هارون. نعم، خسرنا كثيرا. ألم تكفي عن البكاء؟ لا أستطيع، فكلما تذكرت هارون أبكي بشدة. معك حق، لقد كان عبدا طيبا. نعم، لقد كان طيب القلب. كل ما أفكر فيه الآن هو موسى. مات من كان يشد أزره. لك الله يا موسى، لك الله. مات من كان سندا له. إني أخاف على موسى، فلم أره حزيناً هكذا من قبل. رأيته اليوم، كان شارداً ولم يتحدث إلينا كما كان معهوداً عنه. فليرحمك الله يا هارون وليصبرك يا موسى. فليرحمك الله يا هارون وليصبر قلبك يا موسى. هكذا أصبح موسى وحيداً بعد موت هارون. لقد مات من كان موسى يجدد به أزره ويشركه في أمره. لك الله يا موسى.
أيها الأطفال، لا تعطلونا. تفضل تفضل يا نبي الله، صاحبتك السلامة. لم أراه حزينا هكذا من قبل. هل أذهب وآتي لك بعد قليل؟ لا لا، انتظر، فإني قد انتهيت من السيف. تفضل، ها هو. إنه سيف قوي حقا. خالتي يا خالتي، خالتي خالتي. أهلا 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 بأولادي وأحبائي. اشتقنا إليك يا خالتي. وأنا كذلك. أتيتم بمفردكم؟ لا، أمي آتية. ماذا بك يا أختي؟ إلى متى يا موسى ستظل العبيد تجادلك وتكذبك؟ لا عليك من أولادك، إنهم في رقبتي إلى أن أفارق هذه الحياة. أنا لن أسمح بأن تحملي هم أطفالي وأنا وأبوهم على قيد الحياة. لا تعقدي الأمور، فأنا أعيش وحيدة ودخلي جيد، ولم يرزقني الله بأطفال. لقد عرضت عليه أن أعمل في السوق، وبعد أن وافق رفض، غيرة منه علي من العبيد. وهل هذا يحزنك؟ نعم نعم، يحزنني جدا بعد أن صمم على أخذ أطفالي معه إلى السوق. سوف أقابله أنا وأعرض عليه ما اتفقنا عليه أنا وأنت بخصوص الأطفال. لا تقلقي، سأقف بجانبكما إلى أن يصلح الله حالكما. لقد شربت 3 كؤوس وها هو ثمنه. لقد شربت 4 يا لص، ولكن الكأس الأولى لم يعجبني مذاقها، لقد كانت مغشوشة. أنا لا أبيع الخمر المغشوش، هيا أعطيني ثمن الكأس الرابعة. اسمعي بما حدث البارحة في حانة الكهف. لم أسمع بشيء، ما الذي حدث في الحانة؟ لقد هجمت الذئاب على العبيد وهم فيها. ماذا؟ هجمت على العبيد؟ وماذا فعلت معهم؟ لقد اختطفت 2 من بني إسرائيل. يا إلهي، إنه أمر مفزع حقا. يقولون إن الذئاب كثرت في الصحراء. من الذي يقول هذا؟ كل العبيد.